لا تقترب إلا ضربتك زهرة ضربا مبرحا، ثم ماذا تفعل هنا؟ أنتم أيها الوحوش الصغار من أمسك بي؟ ماذا؟ لكن لما لونكما أزرق؟ أهي إحدى حيلكم السفرونية الشريرة؟ أنت الشرير هنا وليس نحن يا هذا، وهذا لوننا الطبيعي، فالسنافر لونهم أزرق. سنافر؟ أتقصدين أنكما لستما من السفارن؟ ابقى بعيدا. أنتما مختلفان صحيح؟ تشبهان السفارن، لكنكما أكثر لطفا. ما الذي يعرفه مثلك عن اللطف وأنت أكثر المخلوقات شرا في العالم يا شرشبيل؟ ها؟ من هو شرشبيل؟ أنا يا صديقي أدعى جمجميل، وأنا ألطف مخلوق في هذه الغابة. لا أعلم لما يكرهني السفارن ويريدون تعذيبي بشتى الطرق القبيحة. ماذا؟ الأمور هنا مقلوبة رأسا على عقب؟ أظن أنكما قد أتيتما من عالم موازن لعالمنا هذا. من عالم موازن؟ أجل، هذا رأيي. أعبرتما بوابة زمنية؟ هل رأيتما قط عندما وصلتما إلى هنا؟ رأينا؟ كان يهرب من أرنب. جمجميل، إن خرجنا من الزنزانة فهل تظن أنك قادر على إعادتنا إلى عالمنا؟ سأحاول ذلك. لكن كيف ستجعلنا نسنفر من الزنزانة يا مفكر؟ هاي يا سفرون أبله، أريد التحدث إليك قليلا. نعم. أنت لن تسمح لنا بالخروج من هذه الزنزانة تحت أي ظرف، صحيح؟ لن تسفرينني بكلامك، طلب إلي سفرون قوي ألا أنفذ كلامك. تمام، حسنا، إياك وأن تفتح الباب. لن أصغي إليك، ابتعدوا عن هذا الباب لأني سأفتحه. هيا ابتعدوا من هنا. قلت أن تبتعدوا من هنا. علقت بالباب. نحن ندفع وأنتم أصحابه. تمت المهمة. إياكما وأن تحبسا نفسيكما هناك. لا نأخذ الأوامر منك. لا نعود إلى هنا. كان هذا سهلا، لنذهب من هنا.